مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العرض الاخباري الذي نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. اهلا بكم الى التفاصيل. بعد التساقطات المطرية الكثيفة ليوم أمس بمدينة العيون، عادت الحركية العادية لمختلف الشوارع والأزقة، مما خلف استحسان الجميع في ظل الجهود الجبارة المبذولة من لدن مختلف المصالح. تفاصيل أكثر في روبورتاج محمد المصطفى خيا وأبو جمعة الزاوي. هكذا بدت شوارع مدينة العيون اليوم بعد أن غمرت مياه التساقطات المطرية لساعات يوم الأمس. أزقة وشوارع بدت فارغة من المياه بفضل الجهود الجبارة لمختلف المتدخلين يوم أمس لضمان عودة الحركة بالمدينة لعادتها، وهو ما تأتى بالفعل ليكون الحال هكذا. شهدت مدينة العيون أمس أمطار غزيرة، والحمد لله اليوم الشوارع ما فيهم ماء، الحمد لله رجعت العيون كما كانت، والحمد لله اللهم لك الحمد على هذه الأمطار اللي صبت أمس. كانت واحد الحركة ديال السير تعرقلت شوي والضايات الشوارع ملانين، واليوم الحمد لله كل شيء الأمور رجعت كما كانت الحمد لله. الحمد لله جات الأمطار غزيرة يا مس اللي في ظرف وزيز، وعمت المياه في الشوارع وفي الأزقة وفي كل شيء، والحمد لله اليوم تقول عنها ما جا شيء، الحمد لله السير ماشيين الناس، ما تقول عن قاع كانت سحاب يا مس، سبحان الله الدنيا نشفانة كاملة، وذيك العرقلة اللي قالوا يا مزجات وذا كامل، الحمد لله نشكر الناس كامل اللي ساعدت. العيون تتوفر على بنى تحتية متميزة على الصعيد الوطني، لكن القدرة الإلهية والتساقطات المطرية الكبيرة التي شهدتها يوم أمس جعلت عديد الأحياء والشوارع تغرق جراء كثافة هذه التساقطات، مما استدعى التدخل العاجل لإنهاء هذا المشكل. بالعيون دائما نظم اليوم مركز الصحراء للإعلام والدراسات والأبحاث ندوة بعنوان الارتقاء بدور الإعلاميين الشباب في مجال حقوق الإنسان، وتندرج هذه الندوة في إطار البرنامج الجهوي من أجل تقديم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. محمد الفورس ومحمد مشنام. يرتبط الإعلام بالمجال الحقوقي ارتباطا وثيقا، بحيث يجسد المرآة التي تعكس ارتفاع أو انخفاض منسوب حرية التعبير، فضلا عن كونه أداة لنشر ثقافة حقوق الإنسان. وضمن هذا السياق سلطت عدة مداخلات بهذه الندوة الضوء على الحقوق العريضة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودور الإعلام في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك الضمانات القانونية لتكريس الحق في التعبير والرأي والحق في الولوج إلى المعلومة. هو لقاء برسم الشراكة المنعقدة بين مركز الصحراء وبين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الوزارة المكلفة بالثقافة والاتصال فرع الاتصال، يعني هو لقاء أول من أجل قراءة في الخطة، خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعريف بكل التدابير والمحاور الفرعية المتعلقة بالعمل الإعلامي والصحفي. قدمنا مجموعة من التدابير يعني في المجال الإعلامي اللي قامت بها وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال من أجل يعني حثي وتدعيم الإعلاميين في تعاطيهم مع يعني المواضيع الإعلامية، ومن أجل كذلك ترسيخ وتقوية ثقافة يعني الحقوقية في إطار يعني مجموعة من التشريعات الوطنية اللي قامت بها الوزارة في انسجام تام مع يعني القوانين الدولية اللي صادقت عليها المملكة. أحضر اليوم لتقديم السياق الدولي والوطني لخطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. أيضا حاولت تسليط الضوء على أهم المحاور التي وردت فيها، سواء المتعلقة بالحكام الديمقراطية أو المتعلقة بإطار المؤسسات أو الحقوق الفئوية. حاولت أيضا تسليط الضوء على مختلف التدابير لأجراءة هذه الخطة. وتندرج هذه الندوة في إطار برنامج اللقاء الجهوي من أجل تقديم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتعريف بالتدابير والمحاور الفرعية المتعلقة بالعمل الإعلامي للنهوض بحقوق الإنسان. يشارك العديد من الشباب المبدع في المؤتمر الدولي للموضة الإفريقية في مسعى لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، كما أن هناك أيضا غاية في تعزيز العلاقات الخاصة بالعمل لديهم. بكر دليمي والحنفي بيبقى.
سعيا وراء الإلهام ونفيا لحالة اليأس التي يعيشها بعض الشباب اليوم، حققت هذه المجموعة من الشباب المشاركين في المهرجان الدولي للموضة الإفريقية حضورا بارزا. المجموعة الشبابية التي أوجدت نماذج ناجحة استفادت من إمكانياتها في تحقيق أهدافها المختلفة. فرصة المشاركة في هذا المهرجان إضافة في تجربتهم الحياتية. جينا على إثر الهاكاثون اللي كاين واللي أورغانيزها هاك أند بيتش باي سكرينجي. هاد الهاكاثون كيكون واحد الفرصة مليئة بليزوبورتينيتي للشباب اللي يقدروا يبداو مشاريع ديالهم في المشاريع الإلكترونية، يقدروا يتعرفوا على الناس الجداد اللي يقدروا يعاونوهم. وانا بدوري جو سوي لوريا ديال هاك اند بيتش في لو بروجي باسيونيس غاردنز. مي اليوم فيما جيت بريزونتيت ان نوفو بروجي تبعد تماما على لونتربريز اللي عندي في مراكش اللي هو ماي لوك. الموهوبون في كل المجتمعات طاقة دافعة نحو التقدم، افكار مشاريع ومشاريع في الواقع لهؤلاء الشباب في عدد من المجالات تسير التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، يشاركون وكلهم ثقة في تحقيق علاقات تطور مشاريعهم المستقبلية. جينا باش نخدموا لي بروجي ديالنا، عندنا دي بورتور دو بروجي، شاك بورتور دو بروجي عنده تيم ديالو، تشيسكي كونسيرن ديفلوبمون، ديزاينر، ماركتر، هذوك يعاونوه في البروجي ديالو باش في الاخر كنديروا لي بيتش وكنشوفوا لي زيدي اللي ربحات. بالنسبه لي زيدي اللي ربحات كيكون واحد لو بري من طرف بيان سور لو هاكاثون والمهرجان بيان سور. مهرجان والموضة الإفريقية بالداخل ساحة وفرصة لعديد الشباب من أصحاب العقول المبدعة في مجالات مختلفة كالتصوير والهندسة والتصميم والرسم وإطلاق المبادرات، وهو أيضا مساحة للبحث عن الحلول الناجعة لكثير من القضايا. الزميل بكار دليمي كان على هامش مهرجان الموضة الإفريقية بالداخل، قد أجرى لقاء مع السيدة سميرة إبراهيم صحفية بإذاعة مونتي كارلو الدولية، لنتابع. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الخاص على هامش الدورة 11 من مهرجان الموضة الإفريقية المقام بمدينة الداخلة. أستضيف في هذا اللقاء الإعلامية براديو مونتي كارلو الأستاذة سميرة إبراهيم، أهلا وسهلا بك. اليوم يختتم هذا المهرجان الدولي للموضة، إلى أين وصلت الموضة الإفريقية؟ مش عارفة هي وصلت لفين، بس أظن وصلت للعالمية. للأسف وصلت للعالمية ولكن بدون المصممين الإفريقيين. النهاردة ممكن نشاهد على الكاتوالك في العالم كله الموضة الإفريقية، مصممين أزياء معروفين في العالم كله يعرضون أزياء مستوحاة من القارة الإفريقية، ولكن للأسف نادر لما نتعرف على مصممين أزياء من القارة الإفريقية. فنتأمل أنه يعني بعد ما مهرجان زي فيما أنه نشوف أكثر مصممين أزياء من القارة، لأن اكتشفنا المواهب، اكتشفنا الهوية المختلفة لدى الموضة الإفريقية، واكتشفنا كمان قد إيه ممكن تضيف للعالم، لأن المستهلك النهاردة في ظل العولمة دي بيدور دايما على القطعة المختلفة، القطعة اللي بتحكي قصة، حدوتة اللي بتحكي عن تاريخ مكان. نعم. فمتهيألي ده موجود من خلال التصاميم اللي شفناها. إفريقيا أيضا تضم العديد من الدول العربية. نعم. هل هذه الدول العربية حاضرة اليوم كنماذج من الموضة الإفريقية؟ أنا كنت دايما بزعل لأن البلاد العربية اللي متواجدة على القارة الإفريقية كنت حاسة أنه هي ناسية الطابع أو الهوية الإفريقية لديهم، ولكن اكتشفت أنه المرة دي هنا فيما في دخلة في الصحراء المغربية. أولا المغرب تحتضن الفيما، مهرجان الموضة الإفريقية، وفي نفس الوقت اكتشفت أنه في صحفيين من العالم العربي كثر، من تونس، من المغرب أكيد لأن احنا على الأرض المغربية، من مصر أيضا، وحتى من لبنان. فأظن أنه هي دي إشارة
إيجابية وإشارة واضحة أنه العالم العربي النهاردة يمكن حاسس على كل حال البلاد اللي متواجدة على القارة حاسة بهويتها الإفريقية، وحتى البلاد بلاد الشرق الأوسط كمان حابة تتعرف أكثر على القارة. نعم، إلى جانب اكتشاف العديد من المواهب الإفريقية في هذا المهرجان، تم أيضا الحديث عن الجانب القانوني من خلال الملكية الفكرية. هل هذا يعيق تطور الموضة الإفريقية؟ يعني ترى سنوات قانونية تنظم هذه المشكلة؟ أحب أفضل يعني أفضل أركز على الجانب الإيجابي. يعني أكيد ده موضوع في قمة الأهمية، ولازم أنه يكون لنا قوانين تحمي التراث الإفريقي والثقافة الإفريقية، ولكن في نفس الوقت يمكن خلى المشاكل دي خلت العالم تكتشف أو تشوف ثراء الثقافة الإفريقية، فهو ضرر، بس في نفس الوقت احنا ممكن نشوف الجانب الإيجابي فيه وناخد قرارات والقوانين. يعني منذ كم يوم سمعت الفادي بيقول انه مش ممكن الموضة الافريقية توصل للعالمية لو السياسة سياسات الدول الافريقية ما بتضمهاش ما بتشتغلش عليها. النهاردة لازم يعني تمويل ودعم، مش بس مالي واقتصادي، ولكن دعم كمان معنوي بالضبط، إدراك أنه مفتاح للتطور، وفي نفس الوقت كمان أنه نبقى فخورين أو لنا الشغف أن احنا نكتشف ثقافتنا ونهديها بالضبط. للعالمية السوق مهم، متهيألي قبل ما نوصل للعالمية لازم احنا نتعرف على ثقافتنا، يعني إن كان في المغرب، في تونس، في ليبيا، في الجزائر، في أي مصر مثلاً، مصر في قلب القارة الإفريقية، مصر ليها دور كتير مهم في العالم العربي وفي العالم الإفريقي. يعني مثلاً ألفا دي كان بيقول لي إنه العالم البلاد العربية هي تاريخ إفريقيا وفي نفس الوقت هي مستقبلها، فيجب أن احنا نتعرف على هويتنا علشان نقدر نصدرها. بس إزاي احنا هنصدر شيء احنا ما نعرفوش؟ لازم نتقبل، بدل ما نروح نشتري الماركات العالمية اللي هي بعيدة عن ثقافتنا، نبتدي احنا نشوف الثراء اللي متواجد عندنا نحبه ونختني منه، وبعد كده والسوق الإفريقية السوق عميقة وكبيرة قوي. يعني قبل ما نروح نبيع في الخارج، خلينا السوق الإفريقية مهمة. يعني احنا عندنا أفارقة كتير بيروحوا يشتروا أكبر الماركات العالمية، وإما يشوفوا قطعة فنية من بلدهم ويشوفوا السعر، يعني يستخسروا انه يدفعوا السعر ده. بس طب ما انت بتدفع سعر أغلى من كده وأضعاف، طب ليه ما تدعمش الثقافة وتدعمش محل. بالزبط. شكرا لك الإعلامية سميرة إبراهيم على هذا الوقت. شكرا جزيلا. تحية لي. مشاهدي الكرام، كان هذا اللقاء مع الإعلامية براديو مونتي كارلو الأستاذة سميرة إبراهيم. شكرا لكم. نبقى بالداخل وتحت شعار دورة الإعلام في تنزيل النموذج التنموي الجديد، عقدت الفيدرالية المغربية لناشرية الصحف بالصحراء مؤتمرها الجهوي الذي عرف انتخاب أعضاء المكتب الفيدرالي. بكر دليمي ومحمد يدس. الأجناس الصحفية هي موضوع هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لنشر الصحف بالأقاليم الجنوبية. الدورة عرفت مشاركة واسعة لأعضاء الفرع وعدد من المهتمين في مجال قطاع الإعلام. الدورة التكوينية اليوم هي تدخل في إطار برنامج تكوين التكوين المستمر بالنسبة للزملاء الزميلات الصحفيين على مستوى الأقاليم الجنوبية. فعدت دورة تكوينية السنة الماضية في مدينة العيون حول الأجناس الصحفية، نفس الموضوع جابناه مع المعهد العالي للصحافة ووزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لنشر الصحف، باش الإخوان يكون عندهم إلمام بكل الجديد اللي يوقع في مجال الصحافة والقوانين كذلك المتعلقة بالإعلام والملائمة. هذه الدورة التكوينية تشمل تخصص الأجناس الصحفية أو التحرير الصحفي، واللي يشرف عليها الأستاذ عبد الوهاب
الرامي وهو أستاذ بالمعهد العالي للصحافة، كما يحضرها كذلك مجموعة من الزملاء هنا بجهة الدخلة والذهب، ونتمنى على أنها تكون بادرة خير وكبداية لهذا العمل الصحفي بالجهة. لغة الخطاب الصحفي، القاموس المتداول والعديد من المصطلحات الشائعة في مجال الكتابة الإعلامية، بالإضافة إلى تقنية الكتابة الصحفية، شكلت أيضا جزءا من هذه الدورة التكوينية. هذه الدورة التكوينية تخص الأجناس الصحفية من حيث عناصرها الأساسية وكذلك الطرق اشتغالها، وفيها نركز على الأجناس الخبرية على اعتبار أنها الأجناس الأصل المرتبطة بصناعة الأخبار وكذلك معالجة المعلومات ونقل الأحداث، وهي أساسية في إغناء الأجناس الأخرى فيما بعد كالأجناس الكبرى أو أجناس الرأي. وتدخل هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف فرع الجهوي للفيدرالية المغربية لنشر الصحف بالأقاليم الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاتصال والمعهد العالي للصحافة بالرباط في إطار التدريب والتكوين المستمر للجسم الصحفي ومحاولة لتطوير مهارات العاملين بالقطاع. على هامش موسم زاوية آسى ملقى الصالحين نظم معرض تجاري كبير طيلة أيام الموسم، عرض له دور اقتصادي بارز في إنعاش الحركية التجارية بالمنطقة. في المتابعة عياد سرتي، طارق قدار، ويونس معاد. منذ زمن بعيد شكل موسم آسى ملتقى للتبادل التجاري، واليوم لا زال يحافظ على ذات النمط. يحضر التجار من كافة الجهات لعرض وتسويق منتجاتهم، منتجات عديدة ومتنوعة لمختلف الاستعمالات والأغراض، خصوصا منها المنزلية ومنها أيضا ما هو مرتبط بالعادات والتقاليد. زين تبارك الله، ما إن شاء الله العشر زين ومقار زين، مقار تبارك الله فيه الخيل وفيه البل وفيه الغنى وفيه العماير الزينات، وهذا مقار تبارك الله ما قطرينا كيفه ما إن شاء الله يومنا. بالخصوص هاي السنة قاع ما إن شاء الله نبيعوا الملاح ونبيعوا الدراريع ونبيعوا الفاقع نبيعوا العلك نبيعوا التاي نبيعوا الطبالي نبيعوا الربايع نبيعوا شيات كامل دقديق كامل، ونعدوا الحمد لله الفرنات ونعدوا الروابيز ونعدوا المجامر وتسابيع الفضة والخواتم ونعدوا الدباليج ونصوقوا الحمد لله والمقار زين تبارك الله والرواج الله يجعل البركة الحمد لله. هذا كان قالوا زنزير وذا كان قالوا الشعير كلها كلها اسمه محلط هذا تكون نبيع ونشرو فيه من 86 الى هذا العام. كان جو نتقضاو الملاح ونتقضاو الحن ونتقضاو الخور والمسك وكامل شي زينين قالوا، والله شي زين كامل قالوا. جيت قبل الموسم دائما كنحتفلوا به من دائما من العام للعام الحمد لله، ياك سمعت جيت كنتقدى فيه اللبس وجيت نشوف المعارض تبارك الله التقاليد الاولين الحمد لله وزين. جينا هون عارضين في هذا المقار، هذا الموسم السنوي موسم آسى لملقى الصالحين، جينا نعرضوا هذا الملابس ديالنا زي صحراوي والحمد لله البيع والشراء الحمد لله، وهذه أول مرة نعرض أنا فيها في هذا الموسم، والحمد لله البيع كاين والإقبال كاين والناس تبارك الله يعني الموسم مزدهر وزين تبارك الله. هي أنشطة تجارية تخلق رواجا اقتصاديا موازيا لمختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية لموسم آسى، كما تساهم في الدينامية الاقتصادية على صعيد الإقليم. واختتمت بآسى أشغال الندوة العلمية الدولية في موضوع الصحراء في العلاقات المغربية الإفريقية، ندوة قاربت مختلف الأدوار التاريخية للصحراء في علاقتها بعمق المغرب الإفريقي. التفاصيل في متابعة عياد سرتي، عبد الرحيم حجي، ومحمود شراكي. هي الجلسة الختامية لأشغال الندوة العلمية الدولية في موضوع الصحراء في العلاقة المغربية الإفريقية، اطرها أساتذة باحثون وجامعيون وأكاديميون ومهتمون من داخل المغرب ومن عدد من الدول الإفريقية والمغاربية. نقاش أكاديمي أبرز الأدوار التاريخية للجنوب المغربي في علاقة المملكة بعمقها الإفريقي وفي مختلف أبعادها.
المغرب له تأثير كبير على كل هذه المنطقة منذ حقبة ما قبل التاريخ وصولا إلى التاريخ الوسيط وإلى تجارة القوافل. إذن هناك الكثير من المؤثرات الفنية التي حملتها القوافل من المغرب إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وحاولنا أن نسبر التأثيرات المشتركة من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب ومن المغرب إلى إفريقيا جنوب الصحراء مرورا بالصحراء بطبيعة الحال. بالنسبة لهذا المؤتمر فكان جد قيم ثري، مواضيع متنوعة، مواضيع جد شيقة تصب في الموضوع الكبير أو المحور اللي هو الصحراء في العلاقات المغربية الإفريقية. أدوار المكونين الثقافي والاقتصادي في نسيج العلاقات الإفريقية أو العلاقات ما بين الصحراء ودول جنوب إفريقيا جنوب الصحراء، وهذه المداخلة ركزت على شقين: الملمح الاقتصادي ومن ضمنه الملمح السياسي والديني، والذي بطبيعة الحال أثر في هذه العلاقة ما بين سكان الصحراء ودول جنوب الصحراء، الدول الإفريقية ككل سواء منها السودان الغربي أو غيرها من هذه الدول. وهنا تأكيد على المساهمات العلمية لعلماء الصحراء ومختلف الطرق الصوفية في تمتين هذه العلاقات الروحية بين المغرب وبلدان جنوب الصحراء ودول غرب إفريقيا. تناولت فيها تأسيس الطريقة الفاضلية مع الشيخ محمد فاضل بن مامين وامتدادها في اتجاه الشمال لمنطقة أدرار وتحديدا بمنطقة الجريف مع الشيخ محمد فاضل والعبيدي، ثم باتجاه الشمال كذلك مع الشيخ محمد الشيخ ماء العينين في منطقة الساقية الحمراء ومنطقة الساحل عموما، وكذلك في شقها الإفريقي الممتد جنوبا مع الشيخ سعد بوه الذي أوفد مجموعة من مريديه وتلامذته إلى إفريقيا الغربية وانتشار الطريقة في السنغال في سان لوي. قدمت ضمن ندواته محورا ورقة علمية حول أحد أعلام الصحراء وهو الشيخ محمد مام بن بخاري وصلاته بغرب إفريقيا في منطقة فوتاتورو على وجه الخصوص من خلال مساجلاته العلمية مع أحد زعماء الصوفية والأعلام الكبار في منطقة السنغال وهو الحاج عمر الفوسي، وهي العلاقات يعني التي تعكس عمق الصلات بين المغرب وغرب إفريقيا. نقاش علمي وأكاديمي إذن يأتي لبعث الأدوار التاريخية للصحراء في علاقة المغرب بعمقه الإفريقي وبحث سبل استثمارها من أجل تحقيق التنمية. بالطنطان وتخليدا للذكرى 62 لانطلاق عمليات جيش التحرير الأولى بالجنوب المغربي، تقدم المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا استعرض دلالات ورمزية إحياء هذا الحدث الوطني الذي يحفل بالعديد من القيم باعتباره يخلد لملاحم وطنية وضأ أبرزت انخراط أبناء المنطقة في معركة الكفاح والنضال المستميت للذود عن ثوابت ومقدسات الوطن. لقاء تواصلي توج لتكريم صفوة من رجالات المقاومة وجيش التحرير بالإقليم عرفان بتضحياتهم ونضالاتهم وبذلهم للغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة الوطن. بشأن الاجتماعي وإحياء منها لذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت جمعية الخير لكفالة اليتيم بقليميم النسخة الثانية من أمسية الاحتفاء بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أمسية تخللتها فقرات فنية وثقافية احتفاء باليتامى. حافظ محضار جمع الخصاصي وطارق قدر. أمسية تحتفي بسيد اليتامى صلى الله عليه وسلم في ذكرى المولد العظيم. ضيوف الأمسية منتسبو الجمعية ومتعاطفون وداعمون وأقارب اليتامى ممن ترعاهم هذه الهيئة الإحسانية. احتفالية تقترح على هذا الحضور فقرات مديحية عبارة عن لوحات في فن المديح والسماع من أداء فرق إنشادية، أتحفت الحضور أيضا بأوبرا تتغنى بمكارم وخلق وجليل فضل خير البرية. احتفاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم الاحتفاء
الليلة بالأيتام المتميزين دراسيا، وهذا يدخل ضمن البرامج التي تشتغل عليها الجمعية وتطبق شعار عطاء وبناء. بهذه المناسبة نشكر كل من يقف إلى جنب الأيتام في هذه البلدة الطيبة في جهة قليمي موادنون وفي هذا الوطن المعطاء. احنا كأيتام منخرطين في جمعية الخيل لكفالة اليتيم، كنشكروا هذه الجمعية اللي كتهتم بنا ودخلت الفرحة على قلوبنا في هذه الليلة المباركة في ذكرى مولد النبوي الشريف. كنوجه رسالة شكر لكل محسنين لواقفين مع اليتيم، وشكرا على هذه الهدايا والألعاب اللي فرحونا بهم، الله يخلي لهم وليداتهم، وكندعي معهم الله يخلي لهم وليداتهم. الأمسية الاحتفالية التي تخلل فقراتها تذكير بإنجازات وبصمات الجمعية الراعية للحفل، احتفت في الختام بعديد المتميزين دراسيا من الأطفال اليتامى وكذا المتألقين في مجموعة من المسابقات الرياضية والثقافية، حفزا للعطاء والكد والاجتهاد. وبالعودة إلى مهرجان الموضة الإفريقية بالداخل، احتضنت منصة المهرجان عرضا للأزياء من تصميم وابتكار شباب من المغرب ومن باقي الدول الإفريقية. العرض يهدف من خلاله منظموه إلى إعطاء للجيل الصاعد فرصة للكشف عن مواهبهم وطاقاتهم. الحفل تخللته لوحات فولكلورية وموسيقية من أداء فنانين أفارقة. علي حميميد ومحمد يدس. إطلالات متميزة ورقية لأزياء تفنن في ابتكارها مصممون شباب من المغرب باحترافية ومهنية، استطاعت أن تلفت انتباه الحضور من خلال منصة عرض أزياء هذه النسخة 11 لمهرجان الدولي للموضة الإفريقية المنظمة بالداخل. Je voulais remercier le Maroc et Alfadi pour l'opportunité pour les jeunes créateurs et tous les créateurs de toute l'Afrique de présenter leur collection au FIMA et à Dakhla, donc qui est une ville magnifique, une ville qui nous permet d'exprimer notre créativité, qui par son cadre et son accueil. كنت باغا ندير ان تي كلان دوي، درت شي حاجه جديده، شي حاجه اللي كيف كتعرفوني دائما كندير القفطان المغربي. كنت باغي ندخل شويه المغربي وشويه الافريقي في 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 هذا لو ستيل باش نبينوا بان المغرب افريقي حتى هو. عروض اخرى لتشكيله من الازياء الافريقيه المثقله بارث الثقافه والتاريخ ومصممه بطريقه معاصره وجذابه، مرت على هذه المنصة لمبتكرين شباب من باقي دول القارة السمراء. Je suis très content de pouvoir faire cet événement-là parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Comme j'ai pu gagner l'édition dernière le concours Jeune Créateur, je suis honoré de pouvoir représenter mon continent africain et de représenter une vision nouvelle et fraîche de la jeunesse marocaine et une vision complètement contemporaine du vêtement. C'est vraiment pour nous une très belle occasion de s'exprimer en tant que designer africain, de montrer au monde à travers la ville de Dakhla nos créations, notre inspiration. Ben vive l'Afrique, vive le Maroc. La collection que je vais vous présenter ce soir est une invitation au voyage. Donc elle s'inspire des couleurs de l'Afrique qui sont essentiellement des couleurs chaudes, des matières légères mais très confortables. مثل هذه النشاطات ستساهم لا محالة في الكشف عن مواهب شابة تتطلع لعرض إبداعاتها على أفخم قاعات العرض العالمية. عن سن تناهز 79 سنة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عمار ولد أحمد ولد محمد العبد. المرحوم ينتمي لقبيلة ولاد تدرارين ولاد سليمان. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة لطيفة وزيني عن سن تناهز 54 سنة. المرحومة تنتمي لقبيلة الشرفاء ولاد بسباع ولاد عبد المولى. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة سركة من إبراهيم ود الخريف عن سن تناهز 78 سنة. المرحومة تنتمي لقبيلة أيتوسا أيتيدر. رحم الله الجميع وأسكنهم في سيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسروان وإن لله وإن إليه راجعون. والآن إلى الفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقل من الجنوبية اليوم غدا إن شاء الله، إذ يرتقب أن يكون الطقس مستقرا بعموم المناطق الجنوبية. درجة الحرارة العليا ستسجل 18 درجة بالعاصمة الرباط،
21 درجة بسيدي إفني وغليميم، 23 درجة بأسا وزاك، 19 درجة بطنطان، 23 درجة بطرفاية، 25 درجة بالعيون، 24 درجة بسمارة بكرع وبشدور. أيضا ستسجل كدرجات حرارة عليا 24 درجة بقلت الزمور، 25 درجة بمضريقة، 26 درجة بالداخلة أو سرد، 30 درجة بالقوارع. على البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج إلى قليل الهيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 8:25، أما الغروب سيكون في حدود الساعة 6:56 بحول الله. ثمانية وعشرين درجة ستسجل بتندوف، 22 درجة بالرابوني والزويلات، 30 درجة بنواديبو، 26 درجة بأطار، 27 درجة بتودني، 32 درجة بنواكشوط، 33 درجة بكيهيدي، مع تسجيل 36 درجة بالعاصمة المالية باماكو. في الختام مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نشكركم على حسن المتابعة، ونقول لكم تحيات الطاقمين التقني والصحفي المشرفين على هذه النشرة. إلى الملتقى في الغد إن شاء الله.